نعود الآن إلى مواصلة هذه النشرة. انعكاسات الأزمة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط باتت مشكلة تدفع بالكثير من المؤسسات الدينية وخاصة في أوروبا إلى التحول معا لدعم نقاط الاتفاق. في هذا السياق أقيم مؤتمر في لندن للدعوة إلى الحوار بين المسلمين في ظل أزمات تجري تحت مسميات متعددة وطائفية وعرقية ودينية ومذهبية. تفاصيل أكثر مع عمر شاكر. السياسة ألقت بظلالها على الجاليات المسلمة في بريطانيا. المسلمون هنا وجدوا من الضروري طرح خلافاتهم للبحث والمناقشة تحت عنوان بالحوار والتعايش السلمي تضمن الكرامة الإنسانية، في ظل تعاظم انعكاسات الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها عدد من بلدان الشرق الأوسط. فقط عن طريق الحوار البناء الهادف نستطيع أن نصل إلى الحقيقة، وإلا فإحلال السيف والقنبلة والمعاول محل الثقافة والفكر هذا يؤدي إلى تدمير البشرية كلها وليس إلى تدمير الشرق الأوسط فقط. المصالحة والمصافحة التي تطيب النفوس وتؤدي إلى التعارف والتآلف وحسن اللقاء، ثم يترتب على ذلك توفير كل النزاعات. مشاركة علماء مسلمين وشخصيات أوروبية غير مسلمة وأخرى سياسية بريطانية كانت حاضرة لتبادل وجهات النظر في انعكاسات الأزمات وظهور الجماعات المتطرفة التي تلبس رداء الدين. المؤتمر يأتي في وقت جيد. الشرق الأوسط يواجه صعوبات كبيرة، وكذلك الغرب وأوروبا وبريطانيا أيضا. إنه من الضروري في هذا الوقت أن نتعاون جميعا، وأن يكون هذا المؤتمر بداية لتعاون أعمق وأوسع، وهذا ما هو مطلوب وهو ما لم يحدث. داعش ربما يتوسع بسبب قلة التعاون. أمل المشاركين في المؤتمر بمستقبل أفضل للأجيال المقبلة لن يتوفر بحسب الحاضرين إلا بالعمل على ضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز ما وصفوه بالوحدة الإسلامية بين المذاهب، وكذلك التجديد على المساواة بين البشر من دون أي اعتبار تمييزي. الاكتفاء بأخذ دور المتفرج لم يعد مناسبا وفق الكثيرين هنا من المنظمات والمؤسسات الدينية في ظل تعقيدات الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على المجتمع، وأيضا في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف البعض من أن يكتوي المسلمون في أوروبا من نار تلك الصراعات. عمر شاكر، الغد العربي، لندن.